بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الحل الكريم، مشاهدينا متابعينا الكرام، أحييكم بأجمل تحية صباحية مع انطلاقة شوطنا الخامس في تعداد أشواطي صباحي هذا اليوم، الشوط الخاص بالحجايج البكار من أشواط الإنتاج في مسافة ورحلة 3 كيلومترات من هنا من أرضية هذا الميدان، ميدان دستور أحد أفرع وأذرع المرموم بدانة الدنيا دبي. ننطلق بالصدارة مشاهدينا متابعينا الكرام، نتابع البداية، نتابع المقدمة، وأرهني زعفران من قادة المجموعة محمد بن حمد بن مصلح الأحبابي من يتابع انطلاقة هملولة، تليها مع المركز الثاني، المركز الثاني الميدية خليفة بن سالم بالضبيعة الكتبي، ومع المركز الثالث، مع المركز الثالث أرد تسلل، أرد تسلل والهجوم انهجر لنصيب خليفة بن سعيد الخيلي. نتابع المركز الرابع من الجانب الآخر، أرد تسلل لشقرة بالشعار محمد بن احمد بن مايد الخيلي. خامس التحديات القدوم في هذه اللحظات من شقره لجاسب بن مصبح بن عبيد الطنيجي، بينما انطلقنا مع المركز السادس بقرة تسلل من راقيه لسعيد بن مطر بن محمد الرميثي. وسابع التحديات الهجوم من علاج لمحمد بن نابت بن محمد بن خيله. بين نتابع المركز الثامن والمركز الثامن، المركز الثامن التسلل في هذه اللحظات ايضا من الشاهينيه عيسى بن احمد بن مايد الخيلي. تاسع التحديات وتاسع الانطلاقات الهجوم في هذه اللحظات من صدمه لسعيد بن سريم بن حربي العامري. ومع المركز العاشر نكمل النداء شعار محمد بن راشد بن علي بن مفتاح الشامسي مع الشاهينيه. هذه النتيجه مشاهدينا متابعينا الكرام للعشر المراكز الاولى المتقدمه والمندفعه بناموسي هذا الشوط، ولكن بنعود مع الصداره. نتابع البداية، نتابع زعفرانة من قادة المجموعة لمحمد بن حمد بن مصلح الأحبابي، ولكن خلي بالك أرى الهجوم مكثف، أرى التحديات القادمة. نتابع شقرة لمحمد بن أحمد بن مايد الأخيلي من بدأت تتسلل تنطلق بالمقدمة، هجر مع المركز الثاني لنصيب خليفة بن سعيد الأخيلي، ومن الجانب الآخر أرهني أيضا راقية لسعيد بن مطر بن محمد الرميثي ممثل السبعة الدائم، ينطلق ايضا مع التحديات القادمه والقدوم من الشاهينيه لعيسى بن احمد بن مايد الخيالي. النقله التاليه مع المركز الخامس صدمه وسعيد بن سليم بن حربي العامري. من يتابع انطلاقه صدمه. المركز السادس علاج محمد بن نابت بن محمد بن خيله، ما اعلن ايضا انطلاقه علاج. ومن الجانب الاخر، من الجانب الاخر اراهني نشره لسليمان بن سيف الرشيدي، ولكن بنعود مع الصدارة. الكوكبة الثلاثية والتحديات رائعة، الانطلاقات مثيرة في أشواط الانتاج الشخصي. يا سلام، نتابع البداية، نتابع المقدمة، وأرى أيضا شعار بن مايد يسيطر كل السيطرة على مجريات هذا الشوط. يا سلام، التحديات مثيرة والانطلاقات رائعة، ولكن الشاهينية بشعار عيسى بن أحمد بن مايد الأخيري من قادة المجموعة. شقرة تتسلل أيضا من الجانب الآخر، تتسلل بشعار أحمد بن مطر بن مايد الأخيلي، والقدوم من راقية لسعيد بن مطر بن محمد الرميثي. يتابع هذا الانطلاق والتحديات من صدمة لسعيد بن سليم بن حربي العامري، والقدوم ما شاء الله تبارك الله، الأداء السمحة للسيب بن سالم النايلي الشامسي. تتسلل بأول لدى، تنطلق مع المركز الرابع والقدوم من مياسة لمحمد بن مطر بن سعيد بن مطر الرميثي. تأتي خامسا واللحظات الأخيرة، الأمتار النهائية، التحديات الرائعة. يا سلام، سمحة بدت تشكل الخطر، ولكن شقرة صامدة، سمحة تحاول اللحظات الأخيرة، والمعركة طاحنة على مقدمة هذا الشوط، وشقرة على رأس الحربة. سمحة تحاول اللحظات الأخيرة، التحديات المثيرة، الانطلاق رائع والكوكبة ثنائية، ولكن شقرة. تهانينا لمحمد بن أحمد بن مطر بن مايد الخيلي المركز الثاني، تصل فيه سمحة للسيب بن سالم النايلي الشامسي. المركز الثالث الشاهينية لعيسى بن أحمد بن مايد الخيلي. المركز الرابع صدمة لسعيد بن سليم بن حربي العامري. المركز الخامس لحمد بضعيف بن غدير يصل أيضا مع المركز الخامس. هذه النتيجة مشاهدينا متابعينا الكرام مع هذه التحديات الرائعة
والانطلاقات المثيرة، ولكن لنا عودة مع التوقيت الزمني مشاهدينا متابعينا الكرام، ولحظات وصول شقرة إلى خط النهاية بشعار محمد بن أحمد بن مايد الأخيري، حيث أنها قطعت مسافة 3 كيلومترات في فترة زمنية مقدارها أيضا مع هذا التحدي في صباح هذا اليوم مع هذا السن، سن الحجايج 4 دقائق 35 ثانية وجزء واحد من الثانية. تهانينا لمحمد بن أحمد بن مايد الأخيري، بينما اللي وصلت مع المركز الثاني اللي هي سمحة تصل أيضا في توقيت زمني مقداره 4 دقائق 35 ثانية وجزئين من الثانية. تهانينا للسيف بن سالم النايلي الشامسي واللي وصلت مع المركز الثالث. المركز الثالث تصل فيه أيضا الشاهينية بشعار عيسى بن أحمد بن مايد الأخيلي، تأتي أيضا بتوقيت زمني مقداره 4 دقائق 37 ثانية وجزئين من الثانية.